صباح الخير يا دكاترة. النهاردة هنتكلم على موضوع مهم قوي على فكرة، يعني البروكوريوم ده زي ما بنتكلم كده على البريجنسي، اللي هو ما فيش جي بي مش هيتعرض لواحدة جايانه في البيريد اوف البروكوريوم ايفن حتى لو ما كانش والدة معاه، يعني حتى لو والدة في هاي ريسك بريجنسي وولدت في حتة او ولدت في مستشفى المركزي ولا مستشفى جامعي ولا في بيتها حتى ولا واتيفر، بس هتجيلك في البروكوريوم، هتجيلك في فترة ما بعد الولادة عشان تسالك على شويه حاجات وتعرف النصايح بتاعتك. فبالتالي مهم قوي انك انت تعرف اذا كانت هي بتمر بنورمال بيربوريوم ولا في عندها اي ابنورماليتي في الفتره دي بتاعتها. هو يعني ايه بيربوريوم بس عشان نبقى فاهمين بعض؟ 40 دايز يعني هو ال 40 دايز او 6 ويكس افتر ديليفري. طب ليه خصصناهم كده؟ يعني ليه خصصنا ال 40 يوم بعد الولاده او الست اسابيع اللي بعد الولاده بان هم فتره وليها اسم وليها اهميه؟ ايه اللي بيحصل فيها؟ يعني ايه اهميتها؟ كل التشنجز مش بس الايفولوشن اوف ذا يوترس، كل التشنجز اللي حصلت ديورينج بريجننس، يعني خدنا فيزيولوجيكال تشنجز ديورينج بريجننس، عمالين نقول انه في تشنج بتحصل في اليوترس وفي السيرفيس وفي الادنكسا وفي البلاد بتاعها وفي الاندوكراين الفانكشن والفايتال ساينز، يعني كل التشنجز اللي حصلت ديورينج بريجننسي عشان تو ادابت فور بريجننسي اللي هي فيزيولوجيكال تشنجز ديورينج بريجننسي، كل التشنجز اللي حصلت دي بترجع ريتيرن باك تو نورمال. يعني بعد الست اسابيع دول كل حاجه بترجع باك تو نورمال، اليوترس بالبلاد كل حاجه حصلت تشينج عشان تو ادابت فور بريجننسي ات ريتيرنز باك تو نورمال. طبعا في بعض الحاجات بتفضل فيها تشينجز عشان ده في بيريد اوف لاكتيشن او بريست فيدنج، لكن لو هي مش بتبريست فيد خلاص يبقى كل حاجه فعلا هترجع باك تو نورمال. فعشان كده خصصنا البيريد دي عشان التشينجز دي ترجع باك تو نورمال، ممكن يحصل فيها ابنورماليتي او ممكن يحصل فيها كومبليكيشن او عشان تباس سيفلي فلازم انت تقول لها شويه انستراكشن وتبقى تفولو اب بشويه حاجات. ايه التشنجز اللي هترجع باك تو نورمال او التشنجز اللي هترجع في فتره البربوريوم؟ بنتكلم على نورمال بربوريوم قبل ما نتكلم على اي ابنورمالتي زي البيربرت بايركسي. ايه بقى التشنجز اللي هترجع باك تو نورمال؟ اليوترس اول حاجه واهم حاجه طبعا اليوترس. اليوترس ده بعد ما كان حاجه 50 جرام كده جاينيكولوجي كويس، 1 في 2 في 3 انشز بقى يعني قد ايه وزنه؟ كيلو بالظبط كده، وصل لوزنه كيلو ووصل طوله كام قد ايه؟ 36 بالظبط. احنا بنقول السنفيزيو فاندل هايت كويس بالسنتيمتر لحد 36 او 34 اسبوع بيبقى بالسنتيمتر عادي، فبيوصل لحد 34 35 سنتي 40 سنتي. فيعني اليوترس كان كبر قوي فلازم ينفوليوت يرجع باك تو نورمال، وكان الانفوليوشن دي مش هتلاقوها غير في اليوترس، يعني مش مفيش حاجه اسمها يعني كلمه انفوليوشن، يعني دايما بتقول ايه كونتراكشن اند ريلاكسيشن، في اليوترس نقول كونتراكشن اند ريتراكشن خلاص. وبعدين بيحصل انفوليوشن ان هو كل المسلز اللي هي كانت فيها هايبرتروفي وهايبربليزيا هترجع تاني تانفوليوت او تريتيرن باك تو نورمال، كونتراكشن وتريتيرن باك تو نورمال، كونتراكشن وتريتيرن باك تو نورمال لحد ما اليوترس يرجع تاني فالفيك اورجن. ده اول ما بتولد على طول، يعني هي مجرد البيبي نزل اليوترس بيرجع لحد الليفل بتاع الامبليكس. بعد ال 40 يوم بترجع باك للبالفيك اورجن، ما ينفعش انك انت تحسه ابدومنالي، لازم تعمل لها بي في او بمانوال اكزامينشن عشان تحس اليوترس. لكن اول ما بتولد العيانه على طول اليوترس او الست يعني اول ما بتولد على طول اليوترس بيوصل لحد الامبليكس. بعد كده بقى بعد ال 40 يوم او بعد الست اسابيع دول هو اللي ممكن تحسه ان هو بالفيك اورجن، اوكي؟ فده بالنسبه لليوترس. طيب والحاجات اللي جوه اليوترس اللي هي الديسيجوا بقى اللي كانت موجوده وكده بيحصل لها ايه؟ كويس في صوره يعني الست هتيجي تقول لك ايه اللي بيحصل؟ بليدنج يعني كله بلاد ولا بيحصل لهم ايه؟ الديسشارج بالظبط كده بيبقى ليه الوان، الاول هيبقى لونه احمر اللي هو روبرا او رادش او بيبقى بلاد فعلا، وبعدين بعد كده هيبقى ما فيش الار بي سيز بقى اللي موجوده فيه بس لسه فيه زي البلازما او سيروس فلويد، فهيبقى لونه يلو شويه كويس، وبعدين سيروزا يعني لونه يلو شويه، وبعدين بعد كده هيبقى البا او هيبقى لونه وايت كويس، اللوكيا البا اللي هي لونها وايت في الاخر خالص اللي هو اخر ال 40 يوم. عشان كده الست ما بتفضلش ان هي بينزل عليها دم 40 يوم، لان هي بتحسب بس فتره الدم اللي هو تقول لك ايه انا قعدت نزل عليا دم بس اسبوعين وخلاص وبعدين طهرت منه، انزل عليا دم ثلاث اسابيع، انا 10 ايام وخلاص. ايوه لان فاريبل البيريد اوف لوكيا روبرا دي البليدنج، وبعدين بعد كده هيبقى عليها ديشارج يونو يلوش بس مش اوفنسيف ومش بيرولنت عشان تفرقوا عن باس لو حاجه باثولوجيكال، ده بس سيرس فلود كويس بينزل لونه يلوش ولا ليه اودر ولا اي حاجه، يعني ده سيرس فلود، وبعدين بعد كده يبقى اكسسيف ديشارج لونه ابيض. فالست ما بتقعدش ال 40 يوم دول بتنزف، عشان كده كتير قوي من قرايبكم تلاقي تقول لك لا انا نزل عليا اسبوعين وخلاص وطهرت من الدم، طهرت من الدم بس لسه ستيل اللوكيا سيروزا او اللوكيا البا عماله تنزل عليا، اوكي؟ فده بالنسبه لليوترس والديشارج اللي بيحصل منه اللي هو الديسيديوم.
او بنسميها لوكيا، سواء كانت لوكيا روبرا او لوكيا سيروزا او لوكيا البا اللي لونها ابيض. وبرده السيرفكس بيرجع باك تو نورمال، والفاجينا بعد ما كانت الفاجينا الانجيتد طبعا عشان تعدي بيبي طوله 35 سم ولا 50 سم، البيبي بيبقى طوله 50 سم، فعشان ينزل من الفاجينا في الفاجينا بيحصل لها الانجيشن. طب ازاي هتالانجيت؟ ما هي فيها زي روجيه كده، فدي كلها هتبقى ستريتشد اوت، وعشان ينفع ان الفاجينا الالونجيت وتنزل البيبي، بعد كده هترجع الريجيتي ريفورم تاني خلال ال 40 يوم دول. الفالفا برده الفالفا الانتروتس بيبقى وايد، وبعدين برجع بعد كده يرجع تاني ان هو يعني يبقى مور اور ليس كلوز بالليبيا ميجورا ومايورا. فكل التشينجز اللي حصلت في الجاينت تراكس ويوترس سيرفكس فاجينا فالفا دول هتريتيرن باك تو نورمال. طب والبريست؟ لان البريست بيعتبر برضو جاينت الاورجن، يعني البريست في كل الدنيا بيدرس في النساء، ولو في عيان عندها اي مشكله في البريست بتيجي تشتكي في النساء، ولو عايز تعمل ماستكتومي جالها بريست كانسر مش عارف ايه بتيجي في النساء. هو بس في مصر هو دكاتره الجراحه هم اللي بيتعاملوا مع البريست جراحيا، لكن لو في اي ديسشارج او كده لا روحي بقى عند دكاتره النساء. طب البريست هيحصل فيه تشينجز ولا لا؟ في الاول في فتره احنا بنتكلم على بيربوريوم، على فكره دكاتره مش بنتكلم على بعد البيربوريوم، فديورينج بيربوريوم هل البريست هيبقى فيه تشينجز ولا لا؟ طبعا، لان هيبقى فيه لازم هيبقى فيه بريست انجورمنت او ميلك فورميشن، كلهم هيجي لهم ميلك فورميشن. ممكن تقول لك ايه اللبن نشف عندي بعد 40 يوم، عمرها ما في الاول كده مش هيبقى فيه لبن، فلازم هتلاقي ان هو البريست هينكريز طبعا ان سايز وكده، لان اللاكتيفس ده بيحصل فيها هايبرتروفي نتيجه للاستروجين اللي كان موجود، وبعدين نتيجه لوجود البرولاكتين فهيبقى مليان كمان لبن. اللاكتيفس داكتس دي هتبقى مليان، الجلانس دي كلها هتبقى مليانه ميلك سكريشن من الايفكت بتاع البرولاكتين. يعني الاستروجين هيعمل ايه؟ هايبرتروفي للجلانس، وبعدين بعد كده البرولاكتين هيعمل بقى ميلك فورميشن انسايد جلانس، وبعدين بعد كده الاوكسيتوسين لما يبقى ريليز ديورينج ساكلينج، لان الساكلينج ده بيستيميليت كونتراكشن في الجلانس، فبالتالي تخلي ان الميلك يبقى سكريتد من البريست. فالثلاثه هرمونز دول مهمين جدا عشان الاكشن بتاع البريست فيدنج او اللاكتيشن، ان يبقى عندنا استروجين الاول، وده بريبريشن اساسا ديورينج بريجننسي، مليان الاستروجين كان الليفل بتاعه عالي عشان كده بيبقى فيه لاكتيفرس داكتس كتيره، وبعدين بعد كده البرولاكتين يبتدي ان هو يعلى، وبيبتدي ممكن يبقى فيه ميلك اكسبريشن او ميلك سكريشن من الشهر الكام، يعني بعد الولاده هو اللي ينزل لبن من صدرها ولا ممكن قبل كده؟ قبل كده امتى؟ الشهر الخامس يا دكاتره. الكولوستروم اكسبريشن ده عشان تبقوا انتم متخيلين، هي دي في الفيزيولوجيكال تشينج انا عارفه جيرين بريجننسي اللي هنقولها في الاول، فيعني دي بس دي معلومات عامه، يعني عشان لو جات لك واحده وهي لسه في حامل في الشهر الرابع او الخامس وتقول لك انها بينزل عليا بينزل حاجات افرازات من صدري، ده طبيعي لان البرولاكتين ابتدى الليفل بتاعه يعلى، فممكن قوي لو هي بتعصر او حتى تلاقي ان في نقطه في على هدومها مثلا بلبن او كده، ده طبيعي لان البرولاكتين بيبقى الليفل بتاعه عالي جدا طبعا ديورنج نورمال بريجننسي، فالبرولاكتين بيبقى عالي عشان كده بيبقى فيه ميلك فورميشن. وبعدين بعد كده مع الساكلينج البيبي وهو بيعمل ساكلينج ده بيريليز مور اوكسيتوسين، عشان كده تقول لك مع الرضاعه في يعني دايما الستات المصريات نبهه جدا تيجي تقول لك انا كل ما برضع بلاقي ان بطني بتوجعني الرحم بيوجعني وبينزل عليا دم كتير، ايه العلاقه؟ بالظبط الاوكسيتوسين، هو الاوكسيتوسين بيعمل كونتراكشن ومور انفوليوشن لليوترس، ولو في دم لسه موجود وكده اللوكيا دي بتبقى ريليز، عشان كده تقول لك مع الرضاعه بلاقي ان هو بطني بتوجعني او الرحم بيوجعني وبعدين بينزل عليا دم كتير، ايوه ده طبيعي لان الرضاعه بتستيميليت اوكسيتوسين، ريليز اوكسيتوسين ساكلينج ده بيريليز اوكسيتوسين اللي هو بيعمل الايفكت بتاع الاوكسيتوسين بقى الطبيعي اللي هو بيعمل كونتراكشن لليوترس ومور ديسشارج اللي هو بتاع اللوكيا ده. فده البريست تشينجز اللي ممكن تحصل. طيب هل في باثولوجي ممكن يحصل هنا؟ في حاجه ابنورماليتي نبقى واخدين بالنا واحنا بنستراكت الست ليها عشان قصه البريست فيدنج والميلك فورميشن دي؟ ممكن طبعا يحصل كراكنج للنبل او لاسريشن، عشان كده بنبتدي ان احنا نقول لها تستخدم حاجات كريمز وكده بعد كل رضاعه وتنشفها بعد الرضاعه الجايه عشان البيبي ما ياخدهاش. طبعا انجورجمنت بالظبط كده، ميلك بنقول ان في برولاكتين، البرولاكتين بيبقى عالي، فممكن لو هي مش بتردع كفايه او ما بتردعش ابنها او مثلا هو في الحضانه هي قاعده في المستشفى هو مش معاها حاجات كده، فبتلاقي انه يحصل لها ميلك انجورجمنت، يعني الميلك بيفضل موجود في اللاكتيفرس جلاندز دي، والميلك اللي موجود ده بيبتدي ان هو يعني يكبر البريست
البريست ويخليه مور تنس، فهي لازم تعمل له على طول تيوز بريست بامب او كده بحيث انها تعمل ريليز او بامبنج للميلك ده، لان لو فضل موجود هيبقى ليه بايروجينيك افكت، هيبقى ريليز في السيركيليشن ويعمل لها فيفر. بس عامه فيفر دي مش بتزيد عن 38 بس ممكن تبقى فيفرش نتيجه للميلك انجورجمنت اللي بيحصل، بلس انه ممكن يحصل عليه كمان انفكشن يعني ممكن يكون بريست ابسس او كده. فبالتالي مهم قوي انك تقول لها لما تيجي ترضعي يعني لازم البيبي تفضي اللبن بتاعك، واللبن عمره ما بيخلص، بالعكس ده كل ما بترضع كل ما بيحصل سكريشن الميلك كل ما بيجري فورم تاني ميلك مكانه. اوكي، فهي لما تيجي ترضع طبعا بيعلموهم دكاتره الاطفال يعني او كده انها بترضع مره من اليمين ومره من الشمال، يعني لو ابتدى البيبي من اليمين مره المره اللي بعديها تبتدي من الشمال. ليه؟ لان هو في بدايه الرضاعه هو اللي بيبقى بياخد ميلك اكتر يعني، فالالترنيت عشان دايما يبقى التو بريست بيبقوا ايفاكويتد زي بعض، ما يبقاش واحد دايما ايفاكويت او ترضع من ناحيه واحده بس. في الاخر هتلاقي ان هو في ديسكريبنسي في السايز بتاع البريست بتاعها، ودي من الحاجات الكومبليكيشن الشهيره اللي تيجي دايما الستات يشتكوا منها، لو هي دايما بترضع من اونلي وان سايد. فدايما تقول لها انها تالترنيت، وفي نفس الوقت لو لسه في ميلك فورميشن مور زان الميلك اللي بياخده البيبي لازم تبتدي ان هي تعصر صدرها او ان هي تيفاكويت تكسبرس هذا الميلك اوتسايد وترميه بقى تحطه في مش عارف للبيبي بعد كده يعني وات ايفر يعني هتعمل. حتى لو البيبي مثلا مش بيسكل هو عنده مشكله بري تيرم البيبي دايت، فلازم تديها لو البيبي دايت لازم تديها حاجه تمشي في اللبن. لو البيبي مش بيسكل كفايه يبقى لازم هي برده تعمل اكسبرشن عشان ما يحصلهاش ميلك انجورجن. الحاجات دي مهمه جدا لان انتوا هتشتغلوا الكلام ده، الحاجات دي مهمه قوي قوي، كل الجي بيز بتتسالوا على الكلام ده وبتشتغلوا الكلام ده. فبالتالي لو حاجه مهمه ليك انك تعرفها ممكن قوي تيجي سؤال، ما انت بنسالك على ليفل بتاع الجي بي مش على ليفل بتاع واحد سبيشالايز نساء، فمش اللي هو ايه الكلام الكوميونتي. ايوه هو كلام كده بس هو كلام مهم ماشي، فلازم تبقوا عارفين. في سؤال؟ طب ايه تاني غير البريس ممكن يحصل فيه تشينجز؟ لو قلنا مثلا ما احنا خدنا كل اليوترس بالسيرفكس بالفاجينا بالفالفا وبعدين قلنا البريست على اساس كل دول الجينيتاليا او الجينيتال اورجنز، لو جينا للفايتال ساينز هل هيحصل تشينجز يعني بلاد بريشر والبالس والتمبرتشر بتاعتها دول هيختلفوا؟ البلاد بريشر هيحصل فيه ايه؟ هيرجع تاني باك تو نورمال كويس. البالس كله هيرجع باك يعني كان عندها هايبر دايناميك سيركيليشن هترجع باك تو نورمال. طب التمبرتشر او رياكشنري ممكن بعد الولاده حتى لو هي ولاده طبيعيه ممكن يحصل لها رياكشنري فيفر كده بس ما تعلاش عن 38 وتبقى اول 24 ساعه. لو بعد 24 ساعه او عليت عن 38 درجه يبقى ده هتبقى باثولوجيكال وهيبقى اسمها بايركسيا وليها ديفرنشال دايجنوزس. فالتمبرتشر اكسبتبل انها توصل لحد 38 درجه اول 24 ساعه رياكشنري نتيجه للستريس وكده اللي هي بتاع الولاده ده، لكن المفروض انها بعد كده ريتيرن باك تو نورمال الا اذا كان ليها ديفرنشال دايجنوزس او حاجه باثولوجيكال. طبعا لو حصل لها ميلك انجورجمنت، ميلك انجورجمنت في اي فتره من البربوريوم ده هيحصل ان التمبرتشر هتعلى عليها، عامه ما بتزيدش عن 38 درجه الا لو حصل عليها ماستايتس، يعني لو ميلك انجورجمنت بس هتبقى هتوصل لحد 38 ديجريز، لكن لو حصل عليها انفكشن يعني او ماستايتس هي اللي ممكن تعلى عن 38 درجه بالساينز بقى بتاعه الانفلاميشن كلها. طب بالنسبه بقى لليورينري بلادر والحاجات بقيه الاورجنز اللي في البلبس، اليورينري بلادر والريكتم هل هيحصل فيهم تشينجز اليورينري بلادر؟ يعني هل هتبقى عندها فريكونسي ولا هيبقى عندها ريتنشن ولا هيبقى عندها نورمال؟ احنا بنتكلم على نورمال. هو كان التون طبعا عشان الريلاكسين والبروجستيرون كده قل، حتى ساعات بيجي لها ستريس يورينري انكونتيننس بنقول لها ما فيش مشكله لما الهرمون ترجع باك تو نورمال التون هيرجع باك تو نورمال طبعا. بس هل بيبقى اول ايام كده عندها دايوريسز ولا عندها ريتنشن؟ ايه رايكم نورمال يبقى عندها ايه؟ ريتنشن. مين بيقول ريتنشن وليه طبعا، ومين بيقول دايوريسز وليه؟ مين بيقول ريتنشن؟ ليه ريتنشن؟ طب مين بيقول دايوريسز؟ لو في بين، لو في بين يعني ايه في بين؟ يعني كانت عامله ايبيزياتري في بين من تحت هو ده اللي هيجي لها رياكشنري ريتنشن. ليه؟ لان هي بتبقى يعني لو نزل اليورين على السوتشر لاين ده ممكن بيعملها بين، فعشان كده رياكشنري هي لوحدها بيجي لها ريتنشن لو في بين وفي ايبيزياتومي. طب العادي افرض واحده والده من غير ايبيزياتومي ولا حاجه، مالتي برا والده من غير ايبيزياتومي ما عندهاش ايبيزياتومي ما عندهاش قصه البين ليه ريتنشن برضه؟ والده بلدي يعني على نفسها من غير اي حاجه خالص، هي كان وقت الحمل يا دكاتره هل كان عندها سولت اند ووتر ريتنشن ولا ما كانش عندها؟ هل كان في ميه زياده في جسمها نتيجه للبروجستيرون والهرمونز دي ولا لا؟ طب الميه دي هتروح فين؟ احنا بنقول اول ما بتولد بتخس على طول مش عارف في ال 10 كيلو منهم، الميه دي بتروح فين؟
ايوه كدني وبعدين وتنزل بقى يورين وتنزل بقى يورين. فالطبيعي ان الجهاز ده يورسس طبعا، الطبيعي ده تخش على الحمام كتير ليه؟ عشان كل الميه اللي كانت معبيه في جسمها دي لازم تنزل عن طريق الكدني اللي هي فله، ان كل حاجه عندها طبيعي ما عندهاش حاجه. فطبعا الطبيعي يجي لها دايورسس في الاول. طب امال مين يجي لهم ريتنشن؟ لا، لو في بين رياكشن ريبين بقى هو ده اللي يروح عامل لها ريتنشن. لكن الطبيعي ان هي يجي لها دايورسس، تبقى راحه جايه على الحمام عشان كل الميه اللي كانت موجوده ريتينت في جسمها انها تنزل. اوكي، فبيبقى عندهم طبعا دايورسس في الاول، بعد كده ممكن يجي لهم ريتنشن لو كان في بين ورياكشن ريبين. طب بالنسبه للريكتم كونستيبيشن، برضو كونستيبيشن لان هي بتبقى فعلا معظم الوقت قاعده، يعني طبعا بيبقى عندهم اساسا كونستيبيشن ديورينج بريجنسي عشان ريلاكسين والبروجستيرون وكده، لكن لو هي برضو ما بتتحركش كتير وكده برضو هيبقى عندها لسه كونستيبيشن، وعلى حسب الدايت بتاعها والدايتري هابتس بتاعتهم كده. طيب بالنسبه للبلاد، ايه اخبار البلاد؟ احنا كان في تشينجز حصلت في الار بي سيز والواي بي سيز والبليتليتس والكلوتينج فاكتورز وكده. دايليوشن انيميا مش المفروض تبقى موجوده، لما بقاش في دايليوشن في الانيميا دي مش هتبقى موجوده. طب واخبار الوايت بي سيز ايه والبليتليتس والكلوتينج فاكتورز؟ الوايت بي سيز الاول هتبقى عاليه، وليه هتبقى عاليه؟ تفتكروا احنا محتاجينها الوايت بي سيز دي دلوقتي؟ جدا، عشان ما تخشش في اي بيربل سبسس وانفكشن وكده، فالوايت بي سيز بتفضل عاليه شويه. طب اخبار الكلوتينج فاكتورز ايه؟ عاليه برضو، بتبقى عاليه جدا. حتى عشان كده قلنا لو بتاخد كليكسان او عرضه للدي في تي وكده، برضو فتره البربوريوم بتكمل انت على الكليكسان، لان عرضه انه يجي لها دي في تي. ليه؟ لان الكلوتينج فاكتورز لسه عاليه، واحنا محتاجينها عاليه دلوقتي. طبعا مش بنقول بتقعد تنزف ومش عارف ايه وتقعد 40 يوم، مش كلهم دم، لكن فمحتاجين عشان كواجيليشن، عشان ما تفضلش ان هي تنزف منها كتير. فطبعا احنا محتاجينهم عاليين الوايت بي سيز والكلوتينج فاكتورز، هو من رحمه ربنا هم فعلا بيفضلوا عاليين. فعشان كده لو هي بتبقى يعني قاعده كتير قوي، لا بنقول لها لازم تبقى موبيلايزد عشان ما يجيلهاش دي في تي، لان في البربوريوم عرضه انه يجيلهم دي في تي. ولو كنت انت مديها حاجه عشان هي مثلا انتي فوسفوليبيد سيندروم او كده، بتكمل برده فتره البربوريوم، عشان في الوقت ده برده بيبقى عندها لسه ريسك فاكتورز ولسه الكلوتينج فاكتورز بتاعتها بتبقى اعلى. دكتور بتفضل كده طول فتره البربوريوم؟ ال 40 يوم، ال 40 يوم بتوع البربوريوم او الست اسابيع بتوع البربوريوم بتفضل تديها. حتى كان في اسئله مش عارفه احنا خدناها ولا لسه هناخدها على كده، ان هو بتاخد كلكسان طب توقفه امتى؟ لا، توقفه بعد ما تخلص الست اسابيع بتوعها. ليه؟ عشان دول برده هي عندها ريسك فاكتورز ال 4 دي في تي، عشان الكلوتينج فاكتورز لسه بتبقى عاليه. يعني بعد ما بتخلص بقى الست اسابيع اللي بترجع باك تو نورمال، فساعتها وقف لها وات ايفر انت كنت بتديه لها لو بتديها انت انتي بقى. دكتور معلش، هو الكونستيبيشن ده ليه علاقه حاجه بالبريجنسي ولا ليه علاقه بس بالدايتري هابتس وكده؟ الدايتري هابتس، وان هي بتبقى مور اور ليس ما بتبقاش موبيلايز بسرعه. لو كل ما تبقى موبيلايز بسرعه كل ما والدايتري هابتس بتاعتها كل ما هتبقى ترجع باك تو نورمال. بس انا قصدي ده نورمال، ده اتس نوت باثولوج زي قصه الريتنشن. خلاص، ده الطبيعي انك بتلاقي الواحده في وقت البروبوليا لما تيجي تقول لك ايه انا عندي امساك. ده عادي يا مدام يبقى عندك امساك. طب لو اديت لها بتدي لها حاجه ولا ما بتديلهاش حاجه؟ عايز تديها لاكستيفز ولا لا؟ لا ليه؟ ليه؟ بالظبط كده. لو اديتها لاكستيف لازم تبقى عارف ان هو بينزل في لاكتيشن، فالبيبي هيجي له دايركت. يعني في حاجات كده لازم تبقى عارفها. طب يا مدام احنا ممكن لا انا مش قادره استحمل، مش عارفه ايه. طب خلاص هنديكي حضرتك ملايم، بس تبقي عارفه البيبي لو جاله دايريه من الملايم اللي حضرتك بتاخديه. او تعمل بقى هي انا ما تستخدم جليسرين، حاجات لوكال عشان ما تاخدش حاجه بالبق وينزل في اللبن ويجي للبيبي برده دايركت. اوكي، يعني لازم نبقى اي يعني كومبلين كده، ماينر كومبلين للعينه وانت جاي تديها الميديكيشن، هي لازم تبقى فاهمه السايد افكت بتاعها عشان ما تتخضش على ابنها انه يجي له كده، وممكن يخش منها دي هايدريشن. او لو هو حاجه يعني اكسبتبل مش حاجه مضايقاها قوي، ممكن تقول لك لا مش مشكله انا هشرب مثلا سوائل كتير او اخد اكثر حاجات فيها فايبرز وخلاص والدنيا هتعدي. اوكي، في سؤال يا جماعه في التشينجز اللي احنا عايزين نقول عليها دي؟ دي معظم الحاجات اللي هي ايه هتيجي تشتكي منها هي مش عيانه، الست يعني بعد ما تولد كويس. فانت طبعا بتنصحها بان هي تبقى موبيلايزد ايرلي، ان هي تاخد بالها من الكير بتاع البريست وتحط مش عارف عليه كريمات وحاجات كده عشان كراكنج، ان هي ترجع للديلي اكتيفيتيز بتاعتها بسرعه. لو والده هي طبيعي على طول ممكن ترجع يعني بعد 7 ايام ولا حاجه، لو والده قيصري بعد ال 40 على طول ترجع تعمل بقى تمارين وحاجات وكده، والا بطنها هتبقى لاكس على طول. يعني هي مش بتفضل بقى طول العمر والده قيصري خلاص انا بطني باظت، لا هي بترجع تعمل تمارين بس بعد ال 40 عشان ما يجيلهاش هرني او كده. فدي كلها انت حاجات انستراكشنز بتقولها للبيشنت، سواء بالبريست فيدنج او للديلي هابتس او الاكتيفيتي الديلي اكتيفيتيز اللي بتعملها بعد في فتره ال 40 تعمل ايه، او في فتره البربوريوم بتاعها تعمل.
طب ايه الباثولوجي، الحاجات الباثولوجي اللي ممكن تحصل تقلقك during perporium؟ يعني ايه الحاجه الكومبلين اللي ممكن تيجي منها العيانه، او الحاجه اللي انت تقول لها يا مدام احنا دلوقتي يعني انت ولدتي النهارده الف مبروك تعالي لي كمان اسبوع وبعدين تعالي لي عند ال 40؟ ليه بتجي لك بعد اسبوع؟ عشان انت تشوف ان هو الانفوليوشن ده ماشي كويس وكده، والبريست بتاعها كويس، مفيش نيبل كراكنج، مفيش كلام من ده، والفيفر ما عندهاش فيفر وما عندهاش اوفنسيف ديسشارج. يعني دي الحاجات اللي بتشوفها بعد اسبوع. بعد 40 يوم بتطمن ان كل حاجه رجعت باك تو نورمال وسليمه وكل حاجه. في النص هتقولها لو حصل لك اي مشكله ارجعي. ايوه مشكله في صوره ايه؟ يعني امتى تقول للعيانه ترجع لك وهي في البربوريوم؟ او تمبرتشر عاليه. لو تمبرتشر عاليه اكتر من 38 طبعا لازم ترجع لك. ايه كمان؟ لو البليدنج طبعا زاد، اوفنسيف ديشارج طبعا. يعني دي حاجات انتوا على طول بتقولوها عشان بترجمينها لحاجه ثانيه عندكم. طب الفيفر يا دكاتره، بيربرال بايركسيا، ايه الديفينيشن اوف بيربرال بايركسيا؟ انت قول الست دي عندها بيربرال بايركسيا، يعني ايه؟ التمبرتشر عاليه بعد 24 ساعه، لان احنا قلنا اكسبتبل اول 24 ساعه يبقى عندها رياكشنري فيفر خلاص. فبعد يبقى الديفينيشن اوف بيربرال بايركسيا يعني فيفر مور ذان 38 ديجري سنتيجريد افتر ذا فيرست 24 اورز وبعدين ولاستنج فور 24 اورز او ريتيرنينج باك وذين 24 اورز. يعني ايه؟ يعني ان هي بعد اول 24 ساعه، مالناش دعوه باول 24 ساعه دول، حصلت لها التمبرتشر عليت قد ايه؟ 38. طب رجعت تاني باك تو نورمال وخلاص وما رجعتش تاني، خلاص دي ما تبقاش بيربر بايركس. البيربر بايركس عشان اقول بيربر بايركس، يا اما تكون فضلت مستمره التمبرتشر عاليه 24 ساعه او نزلت بس رجعت تاني خلال ال 24 ساعه، دي ساعتها هقول عليها الترمينولوجي بتاع بيربر بايركسيا اللي هي محتاجه ديفرنشال دايجنوزيس وانفستيجيشن. فامتى تقلق او العيانه او تقلق العيانه؟ لو التمبرتشر دي فضلت مرتفعه اكتر من 38 فما اكتر بعد اول 24 ساعه من الولاده، او كانت ارتفعت 38 درجه وبعدين نزلت بس رجعت تاني خلال 24 ساعه، يبقى دي العيانه اللي محتاجه تو بي انفستيجيتد، لان دي باثولوجيكال بيربر بايركسي. اوكي واضح الديفينيشن؟ يبقى ده بالنسبه للديفينيشن. هل انا كاتبه بس كلمه انسنس هنا مش عشان البربر بايركسي، عشان حاجه اسمها بربر سبسس. هل البربر سبسس دي حاجه كومن ولا مش كومن؟ كومن ولا مش كومن بالنسبه لايه؟ اولا البربر سبسس ده من one of the leading causes of maternal mortality. كويس، يعني هو من اسباب الماتيرنال مورتاليتي. فين؟ ديفلوبينج. الحمد لله مش في مصر دلوقتي، كانت في وقت من الاوقات في مصر فعلا البربر سبسس من الليدنج كوز اوف ماتيرنال مورتاليتي، بس دلوقتي ما بقتش هي الليدنج كوز. في حتت ممكن تلاقوها في جنوب افريقيا في كده، يعني هي اللي لسه موجود فيها البربر سبسس ده وان اوف ذا ليدنج كوز اوف ماتيرنال مورتاليتي. لكن ايه هم الثلاثه ليدنج كوز اوف ماتيرنال مورتاليتي دول؟ احنا كلنا عارفينهم، بوستبارتم هيمرج، بي اي اتش، وبربر سبسس. بالظبط، باختلاف بقى ترتيبهم على حسب البلد. يعني في يوروب والستيتس وكده بتبقى بي اي اتش نمبر 1 خلاص، وبعدين تيجي بقى بعديها بكتير قوي ممكن يبقى بوستبارتم ولا بربر سبسس مش موجوده اصلا. عندنا في مصر ايه نمبر 1؟ بوستبارتم هيمرج، ستيل بوستبارتم هيمرج. عشان كده دوركم مهم جدا جدا جدا، لان الانتي نيتال كير والبروبر انتي نيتال كير ما تخشش منك في انيميا ديورنج بريجنسي، وانت تعالج الانيميا ديورنج بريجنسي اللي هو الريسك فاكتورز بتاعه البوستبارتم هيمرج دي مهمه جدا جدا، وانتوا اللي هتخلوا ان البوستبارتم هيمرج دي تقل وما تبقاش وان اوف ذا ليدنج كوزز اوف ماتيرنال مورتاليتي. فعندنا في مصر دلوقتي هو البوستبارتم هيمرج، بي اي اتش، بربر سبسس، يعني هو ده الترتيب بتاع الماتيرنال مورتاليتي عندنا. فانا كاتبه هنا بس الانسنس عشان نعرف ان هو وان اوف ذا ليدنج كوز اوف ماتيرنال مورتاليتي اللي لسه محتاجه ان احنا نعمل وركينج اب عليها عشان يعني تتمحي نهائيا، لان هي اساسا بريفنتبل، فيري بريفنتبل. فمهم قوي ان احنا نورك على الحاجات اللي هي بريفنتبل وليها سيريس كومبليكيشن او سيكول. طيب احنا بنتكلم على البيربر بايركسيا، قلنا الديفينيشن بتاعتنا كويس. ايه الكوزز، ايه الايتيولوجي اللي يعمل بيربر بايركسيا او بيربر فيفر؟ يو تي اي. ايه كمان؟ ماستايتس. ماستايتس بالظبط كده. ايه كمان؟ يعني مش انجورجمنت بقى، لان احنا بنقول اكتر من 38 فهيبقى ماستايتس. ايه كمان؟ بيربر سبسس بالظبط كده. ايه تاني؟ ريسبيراتوري انفكشن. واحده ست عايزه جالها ما هي والده بس ممكن يجي لها يعني نيومونيا، برونكايتس، يعني ممكن يجي لها اي ريسبيراتوري تراكت انفكشن. ايه تاني؟ دي في تي بالظبط كده، او ثرومبوفليبايتس. هي دي فعلا الاسباب، الاسباب بتاعت البربرال بايركسيا كويس ان هي يجي لها ماستايتس كويس، او يجي لها بربرال انفكشن او بربرال سبسس يعني، او يو تي اي، او ريسبيراتوري تراكت انفكشن، او ثرومبوفليبايتس، كاربيك ثرومبوفليبايتس. يعني كل دي اسباب ممكن تعمل بربرال بايركسيا. ايه الموست كومن؟
بالظبط ماستايتس. ماستايتس هي الموست كومن، دي واحده بتردع وهي دي لازم هترضع او يعني، فممكن قوي الموست كومن ان يجي لها ماستايتس. والموست سيريس هو البريمير سبسس مش الموست كومن، زي ما كنا لما بندرس البوست منوبوزال بليدنج الموست كومن الاتروفيك اندوميترايتس، لكن الموست سيريس هو الاندوميتريال كارسينوما. عشان كده اي بوست منوبوزال بليدنج شود بي كونسيد مالينجنت انت بروفد اذروايز. نفس القصه بالنسبه للبربرال كايركسيا، لان بنقول بربرال سبسس دي ممكن تؤدي الى ماتيرنال مورتاليتي، فبالتالي البربرال اني بربرال كايركسيا شود بي كونسيدر بربرال سبسس انت بروفد اذروايز. ليه؟ لان هي دي الموست سيريس، هي دي الطاوله العيانه. فاي واحده جايه لك بربرال بايركسيا تفكر على طول في بربرال سبسس، مش عشان ده الموست كومن، عشان ده الموست سيريس اللي انت خايف منه، فلازم الاول تعمل له اكسكلوجن او كونفيرميشن عشان تبتدي تعالجه. وبعد كده بقى لو عندها ريسبيراتوري تراكت انفكشن، عندها ماستايتس، عندها مش عارف يو تي اي، ده لس سيريس، فبالتالي هتعالجه. اوكي، بس لازم يبقى في بالك الاول البربرال سبسس انك انت تعمل له اكسكلوجن او كونفيرميشن عشان تمشي في السكه دي ولا لا، وبس، مش عشان هو الموست كومن، عشان هو الموست سيريس. فزي ما كنا بنقول على البوست منوبوزال بليدنج، الموست سيريس بتاعنا هو الكارسينوما. عشان كده اي بوست منوبوزال بليدنج شود بي كونسيدر مالينجنت انتي بروفد اذروايز. نفس القصه بربرال بايركسيا، اني بربرال بايركسيا شود بي كونسيدر بربرال سبسس انتي بروفد اذروايز، عشان ده الموست سيريس وليس الموست كام. واضح يا دكاتره؟ طيب يبقى بقى الديفينيشن بتاعه البربرال سبسس، يعني دلوقتي هنتكلم بقى على البربرال سبسس. ايه الديفينيشن بتاعت البربرال سبسس؟ انفكشن فين؟ في اي جينيتال تراكت، اي حته البيبي لمسها وهو نازل، خلاص؟ يعني اليوترس، السيرفكس، الفاجينا، البرينيوم والفالفا لو احنا عاملين ابيزيوتمي، اي حته لمسها البيبي عشان تفرقوا ما بين البرايمري سايتس والسكندري سايتس، خلاص؟ يعني لو جينا نقول مثلا ايه جالها سالبنج او فورايتس، ده برايمري سايت ولا سكندري سايت؟ سكندري، لان البيبي ما بيلمس الاوفريز والتيوبز وهو نازل، خلاص. فبرايمري سايت ده اللي هو اي مكان كان البيبي ان كونتاكت مع البيبي وهو نازل، اللي هو في البرايمري سايت او البربرال سبسس كويس، ان هو انفلاميشن او انفكشن حصلت في الجينيتال تراكت اللي هو الباسج او الفيتال بيرث كانال، اوكي، اللي هو اليوترس، السيرفكس، الفاجينا، البرينيوم، كويس. كل دي الحتت اللي هي ممكن البيبي بيبقى ان كونتاكت معاها وهو نازل، هي دي اللي ممكن لو حصل فيها انفلاميشن او انفكشن بنقول عليها ان هي بربرال سبسس. فده بالنسبه للديفينيشن اوف بربرال سبسس. وقلنا طبعا الانسيدنس بتاعنا اللي هو في مصر يعتبر الثيرد ليدنج كوز اوف ديث او ماتيرنال مورتاليتي ان ايجيبت هو البربرال سبسس، لكن في بعض الدول الاخرى ممكن يبقى الليدنج كوز اوف ديث اساسا او ماتيرنال مورتاليتي. اي ايتيولوجي لاي انفكشن، اي ايتس يعني، لازم بنقول عليه ايه الباثو اورجانيزم. ده الكلام ده خدناه برده في الفاجينايتس والحاجات اللي هي الجاينيكولوجيكال انفكشن، بتقول ايه البريديسبوزينج فاكتورز كويس، وايه البوزيتيف اورجانيزم، وايه الروت اوف انفكشن. يعني انت عندك بريديسبوزينج فاكتور، اشمعنى الست دي اللي جالها والثانيه ما جالهاش، وايه الاورجانيزمز اللي تعمل كده، عشان مهمه بالنسبه للتريتمنت بعد كده، وازاي الاورجانيزم ده وصل لهذا المكان. فهما ده الايتيولوجي. يعني لو قالك ايتيولوجي او بربرال سبسس ما ينفعش تقول له الاورجانيزم وتسكت، ده خلاص تلت النمره خلاص، لان انت اي حاجه فيها ايتس بتتقسم لثلاث حاجات دول، predisposing factors كويس، والاورجانيزم نفسه، وازاي الاورجانيزم ده وصل الروت اوف سبريد او الروت اوف انفكشن. فايه predisposing factors اللي يخلي الست دي دول عن غيرها يجي لها البربرال سبسس؟ انيميا. ايه كمان؟ سبتيك كونديشنز في اثناء الليبر يعني ممكن يعني احنا وي ديدنت فولو الاسبتيك تكنيكس والبريكوشنز، خلاص كان في سبسس في المكان، انسترومنتس او ايدين اللي بيعمل او الجلافز او وات ايفر. ايه كمان ممكن؟ لان عشان الكونديشن، عشان انفيفربل كونديشن. ايه تاني؟ اي حاجه تقلل الاميونيتي، بالظبط زي ما قلنا انيميا او دايابيتس او بتاخد ثيرويدز او بتاخد يعني حاجه، اي حاجه بتقلل الاميونيتي بتاعت العيان. يبقى بالتالي بالنسبه للبريديسبوزينج فاكتورز عندنا حاجات جنرال وحاجات لوكال، مش كده ولا ايه يا دكاتره؟ يعني اي حاجه تقلل الاميونيتي دي اللي هي جنرال بريديسبوزينج فاكتورز، اللي هي دايابيتس وانفكشن، وهي عندها مثلا سورس اوف انفكشن، كان عندها مثلا ريسبيراتوري تراكت او حاجه كده، او اي حاجه بتقلل الاميونيتي بتاعتها. واللوكال اللي هو زي ما انتوا قلتوا اللي هو ودين فولو الاسبتيك بريكوشنز او تكنيك، او حصل لها برولونجد ليبر. طبعا برولونجد ليبر بتيجي فاكرين برولونجد ليبر والبريماتور رابتشر اوف ممبرنز، بنخاف قوي من انفكشن تيجي بعديها، او حاجه من المال برزنتيشنز. والانسترومنتال ديليفري كانت واحده من البيز اللي بنتكلم عليهم، يعني دايما الكومبليكيشن بتاعه المال برزنتيشن بريماتور رابتشر اوف ممبرنز، برولونجد ليبر، بربرال سبسس، بوست بارتم هيمرج، خلاص. فالبربرال سبسس دي لو عندنا برولونجد ليبر، عندنا مال برزنتيشن، لو انسترومنتال ديليفري، لو
ودين فولو الاسبتيك تكنيكس، يعني كل دي حاجات ممكن تبريديسبوز ان العينه دي تبقى عرضه اكتر من غيرها انه يجي لها انفكشن او يجي لها بيبر سبس. فعندنا البريسبوزي فاكتور دول في جنرال وفي لوكال، وده مهم قوي لان دول كلهم واخدين بالكم بريفنتبل. يعني لو جالها برولونجد ليبر او بريماتور رابتشر اوف ممبرنز نعمل ايه؟ بدي بروفلاكتيك انتي بايوتيك عشان ما يجيلهاش بيربل سبسس. طيب لو هي اساسا اناميك او دايابيتيك او كده بعمل ايه؟ بظبط لها. امال بتعمل معايا انتينيتال كير ليه؟ عشان اظبط لها الانيميا، اكونترول الدايابيتس، عشان كل البريديسبوزنج فاكتورز دول كنترول، دول كنترولبل. فبالتالي مهم جدا جدا، يعني سهل انك تعمل بريفنشن للبيربل سبسس اصلا، فمهم انك تعرف البريديسبوزنج فاكتورز عشان تقدر انك انت التارجت او اتاك البريديسبوزنج فاكتورز دول سواء جنرال او لوكال، وما تدخلش عينتك بقى في بيربل سبسس. اوكي. طب ايه البوزيتيف اورجانيزم؟ جروب بيتا. نيروبس طبعا نمبر 1، وجروب بيتا هيموليتيك، وهي بولي مايكروبيال، يعني ممكن اي اورجانيزم موجود في الفاجينا بيعمل بيربرال سبسس. طبعا اشهرهم الانيروبس، وبعدين بعد كده يجي جروب بيتا ستريبتوكوكل، وده طبعا مور سيريس، او اي اورجانيزم تاني فهو عامه بولي مايكروبيال. طب لما اعرف ان هو بولي مايكروبيال يبقى ده هيبقى ريفلكتد عليا ازاي في التريتمنت؟ لازم بول سبيكترم انتي بايوتيك يكفر الجرام بوزيتيف ونيجاتيف والانيروبس طبعا. اوكي. فعشان كده مهم ان انا اعرف ان هو بولي مايكروبيال، ده ريحنا خلاص هندي بول سبيكترم انتي بايوتيك. ايه روت اوف انفكشن؟ اسندنج طبعا، ده موست كومن اسندنج انفكشن، لان هي اساسا الفاجينا هي اللي كلها اورجانيزم، فاسندنج انفكشن فروم الفاجينا كويس، ده اشهر واحد اللي هو حاجات اندوجينس او اكزوجينس. انا بقى لو استخدمت انسترومنتس، لو هدايا، لو انا كان عندي انفكشن وانا بولد العينه ومش لابسه ماسك، يعني كل دي حاجات ممكن تبقى اكزوجينس او اوتوجينس. هي عندها مثلا ريسبيراتوري تراكت انفكشن يو تي اي، وراح عن طريق البلاد للمكان البرايمري سايتس دي وعمل لها انفكشن، يبقى ممكن يبقى اندوجينس اللي هو اساسا انفكشن من الفاجينا، او اوتوجينس من نفس العينه بس عن طريق بلاد سبريد او الليمفاتيك سبريد، او ان هو كان اكزوجينس من الدكتور او الريلاتيفز او الحكيمه او ايفر اللي كان معدي وكان ان كونتاكت مع العينه فبالتالي نقل لها هذا الانفكشن. اوكي. في سؤال في الايتيولوجي؟ طبعا. لا 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 لا، احنا حتى اتكلمنا ده في البريماتور رابتشر ميمبرنز. انت طالما ان انت كونفيرم بريماتور رابتشر ميمبرنز مش هتديها لما يجي لها انفكشن، انت بروفيلاكتيك انتي بايوتيك بتدي. يعني بروفيلاكتيك يعني ما عندهاش انفكشن فله، بس لازم اديها ليه؟ عشان هيحصل لها انفكشن، ما هي خلاص بقت على يعني الفاجينا دي على الشقه، يعني كل الاورجانيزم دول هيخشوا هيروحوا فين؟ فلازم تديها بروفيلاكتيك انتي انتي بايوتيك. اوكي. في سؤال تاني؟ في حد عنده سؤال؟ يبقى كده بيربرال سبسس قلنا الديفينيشن بتاعنا، الانسنس، الايتيولوجي، بالثلاثه الحاجات بتاعت الايتيولوجي. ايه الباثولوجي؟ باثولوجي بنقسمه لبرايمري سايت وسكندري سايت. برايمري سايت اللي هم زي ما قلنا اليوترس كويس، واي مكان والسيرفكس والفاجينا، ولو كنت انت عامل ابيزيوتومي ففي المكان بتاع الابيزيوتومي في الفالفا وفي البرينيوم، دول لو حصل انفلاميشن في هذه الاماكن بيعتبروا برايمري سايت. طب يعني ايه برايمري سايت؟ يعني فرقت معايا ايه هو البرايمري سايت هو اللي افكتد ولا السكندري سايت؟ انهي تفتكروا هيبقى سيمتوماتايزد ايرليير، البرايمري سايت ولا السكندري سايت؟ طبعا برايمري سايت. فهو على طول هي لو هي حصل انه بقى في اورجانيزم في هذه الاماكن، من اول اسبوع هتلاقي ان هي جايه لك باوفنسيف ديشارج او اليوترس فيها انت حاجه وهي جايه بفيفر او كده من الاول على طول. لكن السكندري سايت بيوصل ازاي طب للاورجانيزم للسكندري سايت؟ يا اما سب سبريد، يا اما باي دايركت سبريد اللي هو على طول اورجانيزم اليوترس يروح رايح على الفالوبيان تيوب، الاوفريز، الدوجلاس باوتش، البريتوم بتاع دوجلاس باوتش، يعني للسراوندنج ستراكشر، بيلفيك ستراكشر، او بلاد سبريد ان هو يوصل لحتت كمان بعيده عنه كويس، زي مثلا للفينز كويس، ويجي لها بيلفيك ثرومبوفلبايتس، او يجي لها جنرالايز بريتونايتس او سبتيسيميا. فبالتالي بتسيمتوماتايز ايرلي لو هو برايمري سايت، لكن السكندري سايت هيجي لها مثلا بعد اسبوع او اسبوعين يبتدي يظهر في السكندري سايتس، او تيجي بسيمتوماتايز بانفلاميشن في السكندري سايتس. واكتر واحد بيطول شويه معانا او بيبقى الدايجنوزس ليت على بال ما يوصل له اللي هو البلفيك ثرومبوفلبايتس، ممكن تقعد اسبوعين، يعني بعد اسبوعين. ده عشان ايه؟ لو جات لك عينه تقول لك ايه؟ لا لا انا كنت زي الفل، ده بعد اسبوعين ابتدى يجي لي حراره وفين وكده. لا دي يبقى غالبا مش برايمري، ده نتيجه للسبريد. طيب جات لك العينه من اول اسبوع وهي عندها، يبقى تفكر في الحاجات اللي هي البرايمري سايتس عشان بس تبقى انت متخيل انه في في حاجات ممكن تبقى افكتد ايميديتلي، وممكن حاجات ثانيه ممكن تباس ان نوتس، هي ما تحسش ان عندها ديشارج غريب ولا كده، فتجي لك بعد مثلا 10 ايام وهي لا عندها بين في البلفس، عندها تينيزمس، عندها فوميتنج،
عندها فيفر، فبالتالي تبتدي تفكر انت ان هو دي مش بس البرايمري سايت، لان انت لو جيت تعملها اكزامينيشن لا هتلاقي ان هو ممكن البرايمري سايت دول ما فيهمش انفكشن او فيهم مايلد انفكشن، لان هي كانت الاميونيتي بتاعتها قويه او كويسه بحيث ان هي ما ظهرتش عليها في الاول، او ممكن تظهر عليها بعد كده في الاخر. اوكي، فمهم انك تعرف ايه هم البرايمري سايت والسكندري سايت، وكل واحده بتسيمتوماتايز ايرلي ولا تسيمتوماتايز ليه، وهاو ايرلي وهاو ليت، يعني قد ايه ايرلي اللي هو يعني اول اسبوع ولا بعد 10 ايام ولا بعد اسبوعين ولا ايه هو ده الايرلي والليت بتوعنا، لان كلهم لازم يبقوا في البيريد اوف بيبوريا. امال مسمينها بيربل سبسس ليه؟ يعني كلهم لازم في ال 40 يوم، ما تقوليش بعد شهرين من الولاده دي بيربل سبسس، لا هي الديفينيشن ان هي خلال فتره البيبوريا، فمش هتقعد بعد كده. بعد كده بقى يبقى ليك انت ديفرنشال دايجنوز ثاني خالص، ما فيهوش قصه البيربل سبسس دي اصلا. اوكي، واضح يا دكاتره؟ اول 7 ايام وبعدين بعد كام 7 ل 10 وبعدين بعد اسبوعين. طيب ايه الكلينيكال بيكتشر؟ ستي انت هتيجي تشتكي من ايه؟ هتبقى ممكن تشتكي من ديسشارج. ايه كمان؟ فيفر. طبعا فيفر اول حاجه كلينيكال هتيجي تقول لك انا عندي حراره، انا حاسه ان هي سخنه، انا قست حرارتي لقيتها 38 ولا 39. فيفر طبعا هتيجي تشتكي من فيفر، كويس، مع ساينز اوف ايتس بقى، يعني فيفر والمكان يبقى فيه ديسشارج ورد وهط وتندر وبينفل وكده، يعني تيجي تشتكي لك من الساينز اوف ايتس دي، يعني ده السيمتوم اللي هتيجي تشتكي منه العيان. طب انت لو جيت تعمل اكزامينشن ساينز هتلاقي ايه؟ طبعا بالظبط كده، لازم جنرال وبعدين ابدومينال وبعدين لوكال اكزامينشن. الجنرال اكزامينشن هتبص على ايه؟ تمبرتشر، هتلاقي عندها فيفر. ايه كمان؟ بلس، هتبقى عندها ايه؟ تاكيكارديا، كل واحد ديجري بيعمل بيزود لك 10 بيتس بير مينت، فهيبقى عندها فيفر، هيبقى عندها تاكيكارديا. ايه كمان؟ ده في الجنرال اكزامينشن. ايه كمان؟ ممكن يبقى عندها برده طبعا تاكيكارديا. ايه تاني؟ هيبقى عندها ايديما لو هي عندها ايه؟ دي في تي. بالظبط كده، لو في دي في تي كويس ممكن يبقى عندها اديما، على حسب طبعا يونيلاترال، غالبا بتبقى دي في تي يونيلاترال اللي احنا نجيبها بايلاترال يعني. فممكن لو هي عندها بلبيك ثرومبوفليبايتس ويجالها دي في تي يبقى عندها اديما. فبالتالي الجنرال اكزامينشن مهم، سواء فايتال ساينز او لور لمب اكزامينشن. ايه كمان في الجنرال اكزامينشن؟ ده سيمتومز، هتيجي ممكن تشتكي من انوركسيا ودي هايدريشن وكده، هي الحاجات بتاعه الاسوشيتد مع الفيفر. ايه تاني هبص عليه انا في الجنرال اكزامينشن؟ على ده ابدومينال اكزامينشن، لكن في الجنرال قبل ما نبتدي ابدومينال اكزامينشن يا دكاتره، في حاجه ثانيه تحبوا تعملوها في الجنرال اكزامينشن؟ يعني انتوا بصيتوا على الفايتال ساينز بتاعتها، بصيتوا على رجلها، بريست طبعا، مش بنقول يا جماعه ديفرنشال دايجنوزس عندنا نمبر 1 ماستايتس، طبعا لازم البريست، وبعدين عندها كريسبيراتوري تراكت انفكشن مش عايز تسمع صدرها، يعني دي حاجات مهمه. الجنرال اكزامينشن بتاعت عينه البربل سبسس از فيري امبورتنت، طبعا لازم تبص على البريست بتاعها، ده بارت اوف ذا جنرال اكزامينشن، لان ممكن يبقى عندها ماستايتس وهو ده اللي عامل لها اساسا، وده الموست كومن كوز خلاص. فالجنرال اكزامينشن بتاعك بتشوف الفايتال ساينز، بتشوف البريست، تعمل اكزامينشن البريست عشان ما تكونش ماستايتس، تسمع صدرها عشان ما يكونش عليها ريبيتيشن ولا حاجه ان هي عندها ريسبيراتوري تراكت انفكشن كويس. فدي حاجات انت، وطبعا اللور ليمز عشان الثرومبوفليبايتس، فدي حاجات في الجنرال اكزامينشن. طب خلصنا الجنرال اكزامينشن، الابدومينال اكزامينشن هتبص عليه في الابدومينال اكزامينشن؟ تندرس، بالظبط كده، لان هو اليوترس هي جايه لك في فتره البوربوريوم، اللي هو هيبقى اليوترس بلفيك ولا ابدومينال اورجن؟ ستيل ابدومينال اورجن، لان هو بيرجع انفوليوت خالص في الاخر، فهو لسه ابدومينال اورجن، يعني طبيعي ان انا احس اليوترس ابدومينالي بس اشوف هاو انفوليوتد ات از. لو هو جواه في انفكتد لوكيا وباس وكده هيحصل له انفوليوشن ولا هيبقى حجمه كبير؟ مش هيحصل له انفوليوشن، او بيقولوا عليه سب انفوليوتد، اتس نوت انفوليوتد، لا لسه حجمه كبير او اكبر من اللي المفروض يبقى، لان لسه جواه باس والكونتراكشن بتاعه مش كويس قوي، لان هو باثولوجيكال يوترس خلاص، فمش عارف يعمل الفيزيولوجي بتاعه اللي هو الكونتراكشن بروبر. فبالتالي هتلاقي اليوترس ده حجمه لسه كبير شويه، او سب انفوليوتد يوترس، وطبعا هيبقى تندر لان هو فيه ده سايت اوف انفكشن، اكنك بتحط ايدك على خراط ابسس جوه اليوترس، فبالتالي طبعا هيبقى تندر. اوكي، فاليوترس هيبقى تندر، يعني تندر اون ابدومينال اكزامينشن، وهيبقى سب انفوليوتد، هيبقى سوفت ولا فيرم؟ ها ايه رايكم؟ هو كونتراكتد ولا مش كونتراكتد؟ مش كونتراكتد، فبالتالي هيبقى سوفت ولا فيرم؟ هيبقى سوفت، بالظبط كده، هيبقى سوفت يوترس، هيبقى تندر يوترس، هيبقى سب انفوليوتد يوترس، يعني ده الابدومينال اكزامينشن بتاعه. اوكي، واضح يا دكاتره الابدومينال اكزامينشن؟ هتبقى عندها تندر باردنج وريجيديتي. طبعا احنا بنتكلم لو هي مش جايه ببيريتونايتس، جايه بس باندوميترايتس خلاص، بحاجات سالبنجايتس، يعني مش بيريتونايتس، طبعا عندها بيريتونايتس
هيبقى عندها جاردنج وريجينيت، يعني واسمك تحط ايدك على بطنها خلاص هي كلها بقت حته واحده من كتر ما هي عامله جاردنج. فالابدومينال ماسلز انت مش عارف تحس حاجه في الاورجنز، لكن لو هي بس عندها يعني اندوميتريتس يبقى ساعتها هتقدر تحس ان هو اليوترس ده سوفت وتندر وساب انفولوت، يعني الحاجات دي هتقدر تحسها باي ابدومينال اكزامينشن. يبقى احنا كده عملنا في الساينز جنرال اكزامينشن وكل الجنرال اكزامينشن بتاعها مهم، وبعدين عملنا ابدومينال اكزامينشن. طب هنعمل دلوقتي بي في او لوكال اكزامينشن، ايه اللي هتبص عليه في اللوكال اكزامينشن؟ هتلاقي ايه؟ هتلاقي طبعا من الاول ديسشارج ولي اوفنسيف ديسشارج وكالر، يعني ممكن يبقى يلوش جرينش وات ايفر الانفكشن اللي موجوده كويس. وايه كمان باي مانوال اكزامينشن هتلاقي ايه؟ هيبقى بالظبط كده، هيبقى في عندنا تندرنس وسوفت يوترس وانلارج يوترس عن الطبيعي. ممكن يبقى عندها الادنكسا لو هي عندها سالفنج اوفرايتس، ممكن يبقى عندها الادنكسا برده عليها بين وتندرنس كويس، وممكن يبقى فيه ماس على لو هي عندها تيوب اوفيريان ابسس او حاجه. ممكن الباراميتريم نفسه الباراميتريم يبقى انفولد اللي هو التيشوز اراوند ذا سيرفكس، خلاص هتلاقي تندرنس او جامبنج ساين لما تيجي تعمل موفمنت للسيرفكس هتلاقي جامبنج ساين او العينه دي تنط من كتر الفين اللي هي حاساه، لانه حوالين اليوترس كل التيشوز دول انفليم، وممكن تبقى واخده هو شو شيك لو هي بايلاترال، او تبقى على وان سايد اونلي اللي هو لو هي يونيلاترال. الجامبنج ساين ده سمعناه قبل كده في الاكتوبيك بريجنسي بالظبط كده، لما بيكون ناحيه من الادنكسا فيها سيفير بين، فانت لو عملت موفمنت للسيرفكس هتلاقي في جامبنج ساين او سيفير بين على الناحيه اللي هي باثولوجيكال سايد. اوكي، فانت بتعمل لها جنرال اكزامينشن طبعا، وبتعمل لها ابدومينال اكزامينشن ولوكال اكزامينشن عشان تشوف اذا كان عندها اي في ديسشارج، اذا كان عندها مثلا تيرز كان في ابيسيوتومي والوند جاب بقى وفتح وعمال يجيب لك ديسشارج كويس، ما ممكن ده اللي يكون بيبرال انفكشن من الوند بتاع الابيزيوتومي وند، او ان هي عندها اليوترس بتاعها سب انفوليوتد هو اللي فيه مشكله، او سابنج اوفرايتس او بارامترايتس كويس، او لوكالايز بيريتونايتس في الدوجلاس باوتش. هحسه ازاي ده لوكالايز بيريتونايتس في الدوجلاس باوتش؟ هل ممكن بالبي في احس الدوجلاس باوتش؟ طبعا طبعا، هو بيتحس اساسا بالبي في، وحد بيحسه بالبي ار لو ست دي فيرجن كويس، لكن غير كده ما انت هتحسه في بي في، ما هو في البوستيريور فورنس اللي هو ورا السيرفكس على طول. فانت لو جيت بقى تعمل برضو اكزامينشن بوستيريورلي هتلاقي سيفير بين، وممكن تحس زي كولكشن او يعني سيستيك ماس لو في باس كولكتد في الدوجلاس باوتش او في الكالت ساك اللي موجود اللي هو ورا اليوترس ده. اوكي، فدي الحاجات اللي انا هشوفها باللوكال اكزامينشن. في سؤال يا دكاتره في الكلينيكال بيكتشر؟ دكتور هو ايه مشكله الدوجلاس باوتش؟ لو في باس لوكالايز بريتونايتس، ما هو بريتونايتس دي هتلوكالايز ليه بتلوكالايز في الدوجلاس باوتش الباس؟ الفاندايد اريا، ما هو الست نايمه على طول وهو باي جرافيتي هتبقى في الدوجلاس باوتش كويس، فانت لو جيت تحس هتلاقي كانه في سيستك ماس، وطبعا مش اي سيستك ده فيري تندر لان هو اكنه ابسس موجود في الدوجلاس باوتش محتاج انك انت طبعا تعمل له درينج. اوكي، فده بالنسبه للكلينيكال بيكتشر. في سؤال في الكلينيكال بيكتشر؟ طيب ايه الانفستيجيشنز اللي تحب تعملها للعيانه؟ CBC ابص على CRC ها ESR وCRP بالظبط، كل الحاجات اللي هي بتاعت الانفكشن الانفلاميشن، اللي هو زي ما خدنا في البي اي دي اللي هو بتشوف CRP بيبقى عالي ESR بيبقى عالي، بتشوف CBC اللي هو TLC عالي الديفرنشال عالي ستاف سيجمنتد ريشيو شيفت تو ذا ليفت، يعني هي الحاجات اللي هي بتاعت الانفلاميشن. ايه تاني غير CBC؟ كلتشر من من الديسشارج ممكن الفاجينا سوات فور كلتشر وسنسيتيفيتي، او منين تاني كلتشر لو عايزين؟ لو عملت كالدوسنتيسيس من وكان اللي حسيت ان هو في زي فلويد في الدوجلاس باوتش عملت كالدوسنتيسيس وتعمل كلتشر سنسيتيفيتي طبعا. ايه تاني؟ بلاد كلتشر جين فيفر، يعني تشوف الاورجانيزم طبعا بيبقى باين في وقت الفيفر اعمل لها بلاد كلتشر. ايه تاني؟ فاندم بريست ديسشارج عامه مش بنعمل منه كلتشر، انت بتشوف اذا كان الميلك ده نورمال ولا اذا كان في باس او كده. طب هل في انفستيجيشن ثانيه؟ جاست اكس راي كويس. ها اليورين يا دكاتره مش عايزين تعملوا كلتشر سنسيتيفيتي لليورين؟ طبعا يورين اناليسيس يورين كلتشر سنسيتيفيتي طبعا، ده يعني ده بديهي جدا، لانه ممكن قوي الست دي احنا كنا قسطرينها كانت مركبه قسطره مثلا عشان ولد القيصري، او حتى في الطبيعي ما هي بتبقى قاعده على السرير مش عارف قد ايه وعمالين نديها في فلويد، وممكن تكون مركبه قسطره، ممكن يجي لها يو تي ار، ومن ضمن اسبابه الديفرنشال دياجنوز اللي احنا اتكلمنا عليه يورين تراكت انفكشن، فمهم اعمل لها يورين اناليسيس ويورين كلتشر سنسيتيفيتي لو لقيت باس سيلز في اليورين، يبقى دي كلها انفستيجيشنز احب اعملها. ايه تاني؟ عشان اشوف ايه؟ دي بقى ده فيري سيفير بقى، دخلت في سبتيسيميا وسبتك شوك ودي اي سي مثلا في حالات متقدمه، او ممكن ايه كمان؟
هو كده كده عادي، احنا بنعمل الحاجه لهدف يعني عشان بدور على حاجه معينه. انا ممكن قوي اقول كل ريسك انفستيجيشن اللي موجوده في التاريخ، بس هو انت بتعمل الحاجه لهدف معين عايز تبص على ايه فيها عشان يا اما تكونفيرم دايجنوز او فكره في دماغك، او ان هي تقول لك لا ده مش صح اللي انت بتفكر فيه ده. فانت قلت دلوقتي احنا بنعمل سي بي سي، طبعا احنا سي ار بي واي اس ار طبعا كونفيرم دايجنوز كالتشر سنسيتيفيتي من الدسشارج او من البلاد كالتشر او يورين انالايز يورين كالتشر سنسيتيفيتي تشيست اكس راي اشوف عندها انفكشن. ايه تاني؟ التراساوند على دوبلر. بالظبط دوبلر. فاكرين الايتيولوجي؟ انا عايزه اشوف هي في اني واحده في الايتيولوجي دول، هل هي فعلا كونفيرم انها بيبل سيبسس ولا ممكن تبقى كالفيك ترومبوفليبايتس وعندها دي بي تي يعني. فممكن مهم ان انا اعمل لها على الفينز الكالفيك فينز دوبلر او دوبلكس. اوكي وايه تاني؟ انتوا قلتوا الترا ساوند مهم، الترا ساوند على اليوترس والادنكسا. طبعا مش هشوف في كولكشن موجوده جوه اليوترس، طب الادنكسا ده في كولكشن، طب في كولكشن في الدوبلس باوتش. طبعا الترا ساوند بتاعك الترا ساوند از فيري امبورتنت كونفيرم معاك الدياجنوزس او يقول لك يعني انت بتتعامل مع ايه. اوكي فدي كلها حاجات انفستيجيشنز ممكن تعملها للعيان. في سؤال في الانفستيجيشنز؟ ايه التريتمنت قبل الانتي بريفنشن؟ طبعا لا ده هو وظيفتك هنا في البريفنشن. ده انا لو عليا وانا بصلح سؤال ده، لو حد قاعد يكتب لي انتي بايوتكس العمر كله وما كتبليش البريفنشن، لا ده انا اقلق منه قوي 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 كجي بي قوي قوي يعني. هيفضل زي ما احنا البيبر سبس مش هتتغير وتفضل ليدنج كوز اوف ديث. لا طبعا البريفنشن هي اهم بكثير جدا. بريفنشن من امتى يا دكاتره؟ قبل الولاده. من اول الانتي نيتال كير اللي هي بتعمله معاك، من اول ما انت شايفها في الانتي نيتال كير وشايفها انامك، شايفها دياباتك، شايفها مثلا الهايجين بتاعها مش عارف ايه، لا يبقى مهم قوي انك انت تكنترول الانيميا اللي هي فيها، تكنترول الدايابيتس اللي هي فيها، تقول لها على الحاجات الهايجينيك بريكوشن، لو جالها تشيست انفكشن ولا جالها مش عارف توث حاجه فيها كده على طول انها كده تعالج اي انفكشن او انفلاميشن جات لها. فالبريفنشن من اول ما هي بتعمل معاك الانتي نيتال كير از فيري امبورتنت، يعني بريفنشن من الليفل بتاع انك انت بتعملها حتى ايفن برينيتال بس قول انت شايفها في الانتي نيتال، فلازم في الانتي نيتال انك انت تعمل يعني تاتاك البريديسبوزنج فاكتورز اللي موجوده عند العيانه دي. ايه كمان؟ بالظبط كده ليبر بقى جيرنج ديليفري. During delivery في first و second و third stage of labor، في first و second و third stage of labor يعني انت prevention برضو في first stage. طبعا في first stage افرض ان هي prolonged first stage معاك، افرض ان هي حصل لها rupture membranes في first stage، فانت محتاج تدي prophylactic antibiotic خلاص. فانت مهم قوي برضو during the first stage of labor انك انت تعمل prevention عشان ما يجيلهاش purpural sepsis. لو حصل لها اي حاجه من predisposing factors اللي قلنا عليهم prolonged labor او بتستخدم instrumental delivery او حصل لها premature rupture of membranes ادي لها prophylactic antibiotic. فده during the first stage. during the second stage طبعا to follow the complete aseptic techniques، الانسترومنتس اللي انت بتستخدمها، الجلوفز لو انت عندك انفكشن تلبس ماسك، يعني كل الحاجات اللي هي ما تسيبش حاجه مفتوحه. يعني البرينيال تيرز دول ممكن يبريديسبوز تو انفكشن، فانك انت تخيط الابيزيوتوم بتاعك او لو لقيت تيرز، لو لقيت انك انت عندك اي تيرز تخيطها، ما يكونش في ريتين برودكتس اوف كونسبشن موجوده جوه وانت سبتها ممبرينز ولا حته بلاسنتا ولا كده هيحصل عليها انفكشن ويجي لها بيبرال سبسس. فكل دي حاجات مهمه في السكند ستيج اوف ليفر برده عشان تبريفنت. فالبريفنشن هنا في البروبر سيرسز اهم من التريتمنت بكتير، انك انت تبريفنت ان العيانه دي تخش منك في القصه دي. فبالتالي من اول الانتي نيتال كير بتاعك مهم، ودورينج ليبر في الفيرست ستيج وفي السكند ستيج وفي الثيرد ستيج انك انت تاكزامن البلاسنتا بتاعتك انها كومبليتد مفيش ريتين بارتس موجوده، تاكزامن الجينيتال تراكت لو عندك اي حاجه تخيطها وتدي بروفيلاكتيك انتي بايوتيك. كل دي حاجات مهمه دورينج ديليفري سواء في الفيرست او السكند او الثيرد ستيج. جات لك بقى العيانه ببيبرال سبسس او بالرغم كل البريكوشنز اللي انت خدتها جالها بيبرال سبسس او كانت والده في حته وجات لك بيبرال سبسس، هنا بقى اللي محتاج انك انت تعمل اكشوال تريتمنت خلاص؟ يعني اكشوال تريتمنت لكيس اوف بيبرال سبسس بقى انت جات لك او انت شفتها. ايه بقى الاكشوال تريتمنت اللي هنعمله لو هي جات لك كيس بيبرال سبسس؟ يعني اولا دي هتبقى هوسبيتالايز ولا في بيتها؟ لا هوسبيتالايز طبعا لحد ما كنترول الكونديشن، فهتبقى هوسبيتالايز. اعمل لها ايه بقى لما ادخلها المستشفى؟ يعني لازم كلهم هيبقى كده، لان ترى دخلتها وقلت هوسبيتالايز كويس، ما هي لو عندها شويه انفكشن قليل واقل من 38 درجه يبقى ساعه انا بعرف الساعه كام لما ببص لكم يعني على فكره، وبعدين بكونفيرم بقى بساعتي اقول صح يعني كده تمام. طيب فبروح فبعمل لها هوسبيتالايزيشن فلويدز اكسسيف فلويدز وريهايدريشن، وادي لها ايه؟ قبل الانتي بايوتكس تحبوا تدوا حاجه؟ فلويدز واي في فلويدز وكده عشان الديهايدريشن والفيفر اللي هي فيها. وايه كمان؟
انتي بايريتكس بالظبط. فيفر فيفر يا جماعه وبين خلاص انالجيزكس وانتي بايريتكس. طبعا انالجيزكس وانتي بايريتكس مع الفلويدز اللي احنا عمالين نديها لها. وايه بقى اللي مهم جدا؟ طبعا انتي بايوتيك برو سبيكترم انتي بايوتيك. زي ايه؟ اورال الاول ولا اي في واي ام؟ اي في واي ام طبعا. دي الست دي ما ينفعش اورال. الاورال ده بيشتغل بعد 48 ساعه، فانت لازم حاجه ايميديتلي تاتاك الاورجانيزم زي الموجوده، فتدي لها اي في واي ام. زي ايه؟ ها للإيروبز بالظبط كده مترو. احنا ما عندناش على فكره، احنا في النساء مش بنحفظ، فهم كام انتي بايوتيك كده صغيرين على قد ايد الواحده هو اللي بنشتغل بيهم. فهتدي ايه؟ مترويدازول بالظبط كده فلاجيل، هو ما نعرفش غيره، هو المترويدازول بتاع الإيروبز. وايه كمان؟ كيفالوسبورنز للجرام بوزيتيف. وايه تاني عايزه حاجه للجرام نيجاتيف بقى؟ دي ايه؟ جنتامايسين او اللي هو الجرامايسين. كويس. فهم دول التريبل اتاك. تريبل اتاك عشان تاتاك كل الجرام بوزيتيف والنيجاتيف والانيروبس. بتدي مترويدازول، بتدي جرامايسين او جنتامايسين، وبتدي كيفالوسبورنز عشان تاتاك كل الاورجانيزم. طبعا الجنتامايسين بيبقى ماكسيمم 48 ساعه عشان الكيدنيز، والباقيين ممكن تمشي عليهم لحد اسبوع. لو هي اتحسنت حالتها والفيفر قلت وكلام من ده ممكن تروحها بقى وتكمل على اورال. طب افرض هي كان عندها، لا في عندها باس موجود في الدوجلاس باوتش، عندها بلفيك ابسس مثلا، تعمل درينج. اي ابسس يبقى ايكوال درينج، يا اما كالدو سنتيسس بايس او كولباتومي من ورا، يا اما لو كان عندها بقى تشوب اوفيرين ابسس او كده هو اللي محتاج درينج، هيبقى يعني ابدومينال يعني. اوكي. طب لو كان هي عندها لا بلفيك ثرومبوفليبايتس ودي في تي بالظبط كده، ايموبلايزيشن وانتي كواجلنس وكده، يعني هتكمل بقى في سكه الدي في تي. طب افرض كان عندها سبتيسيميا وكده، تريتمنت بتاع السبتيك شوك ويف سبتيسيميا اللي هو برو سبيكترم انتي بايوتيك، تشوفوا بقى هي دخلت في دي اي سي ولا لا، يعني تعالجوا ايه الكومبليكيشنز اللي موجوده معاها. في سؤال يا جماعه بالنسبه للبيبر سبسيس والبيبر فايركسيا؟ طيب اللي ما خلصش الامتحان طبعا خلصوا، بس الاول هديكم الامتحان اللي فات ونصحكم.